السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع السبيس بتاعت موقع كليك اب. انا عملت امبورت للمهام من خلال امبورت اندكس بورت، تمام، وممكن تدخلهم انت مانيوال لو انت حابب. هتيجي هنا وتدوس على علامة كريت فولدر اور ليست عشان تنظم الحاجات اللي انت عايزها، فتقدر تعمل نيو فولدر او تعمل نيو ليست وهكذا، او تعمل امبورت للحاجات اللي انت عايزها سواء من ترفعه كملف اكسل او سنة او ماندي او تو دو ليست او تريلو او هكذا يعني. فممكن تيجي لاي واحد فيهم وتبدا مثلا تقول له انا عايز اشوف الحاجات اللي موجوده في الاركتكتشر دي، بعض المقالات. ممكن نجي اعمل هنا اتاشمنت سواء مثلا ترفع ملف او جوجل درايف او اهوت ده ملف اتش تي ام ال اللي انا حاطه. ممكن تعمل اد وتعمل ابلود لفايل او تربطه بدروب بوكس او جوجل درايف او حتى نيو دوكومنتس، وتقدر تعمل كل الحاجات دي داونلود مره واحده بالشكل دوت. ممكن تخليها في المواضيع او في مكان اخر. ممكن تعمل اساين، يعني في شخص معين معاك في الشركه هو اللي يعمل الموضوع دوت. طيب نرجع تاني للاركتكتشر دوت. دي المواضيع اللي فيها مشاكل لسه شغالين عليها، ودي يعني انت تقدر تعمل اكتر من فولدر لتنظيم الحاجات اللي انت هتعملها. ممكن تعمل اساين للحاجه، ممكن تعمل تاريخ معين للحاجه ديت تعمل امتى. هتلاقي هنا ان انت تقدر تعمل convert to sub task، يبقى عند تاسك ودي السب تاسك بتاعتها. تقدر تضيفها ليست، تقدر تعمل لها دبليكيت، تعملها موف، تاخدها كوبي وتبعتها للناس، او تضيفها لللاين اب. ممكن تعمل كوبي لليو ار ال وتبدا تشاركها مع الاصدقاء، تقول له بيست فيبدا يديها لك بالشكل دوت. هنا ممكن هنا تعمل رينيم للحاجه، ممكن تدوس هنا فانت كده عملت سيلكت للجزء دوت. تقدر تقول له سي واتشر اهوت، مين اللي يقدر يشوفها. ممكن تقول له انا عايز اعمل اساينمنت، فيبدا يقول لك انت عايز تعمل اساينمنت لمين. ممكن تعمل سيت ستاتس، هل هي تحطها كلوزد ولا جاهز للنشر. خلينا مثلا نقول ان دي جاهز للنشر، فيبدا يعملها لي بالشكل دوت. ولو انت عندك اصلا حاجه تقدر تنقلها من مكان لمكان بالشكل دوت. تقدر تعملها كسب تاسك، تقدر تشوف عايز تحطها سب تاسك لاني تاسك موجوده عندك بالشكل دوت. تقدر تنقلها او تعملها دبليكيت او تعملها تظبط التاريخ بتاعتها وهكذا. تبدا تربطها بحاجه تانية، ممكن تعمل لها ديليت. فزي ما انت شايف انت بتقدر تتحكم بشكل قوي جدا بكل المهام اللي انت المفروض تعملها. ممكن يكون عندك اكتر مشروع، وكل مشروع تبدا تشوف ايه التاسكات اللي انت عايز تخلصها او ايه المواضيع اللي انت عايز تنجزها في المشاريع دي.